السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. نلاحظ هنا في الصورة دي ان هما زارعين العمود دوت علشان ما يطلعش في نص الأوضة، العمود دوت عشان ما يطلعش فوق في نص الأوضة، فزارعينه ومحملينه على كاميرا. الكاميرا دي اسمها شورت كانتليفر. الشورت كانتليفر ده عشان ينزل لازم يبقى على شكل حرف بي، يعني لازم الحديد بتاعنا ينزل داخل العمود، لكن الأولى ان هو كان يوصل للعمود اللي بعديه، يعني يوصل للعمود التاني دوت. فالمفروض ان انا دلوقتي هنا عند الكاميرا دي الحديد يمشي كده شكل حرف بي وينزل جوه العمود، او ان انا شكل الشوكه يجي ويروح لحد العمود اللي بعديه. فده اللي المفروض يحصل. لو هو عامل كاميرا مدفونه فوق بحيث ان الحديد العلوي يروح للعمود اللي هناك، وعامل هنا شكل حرف البي موجود جوه العمود، فده يعني مقبول نوعا ما، لكن الافضل ان الكاميرا تكون ساقطه هنا وتروح لحد هناك. بس عشان المحل وعشان الواجهه وعلشان الشكل بتاع الارتفاع بتاع المحل ما بيسقطش الكاميرا اللي موجوده هنا، لكن لازم على الاقل يكون في كاميرا مدفونه ماشيه جوه السقف رايحه للعمود الثاني، وكان الافضل ان انا اعمل لها سقوط.